كم هو مؤلم هذا المشهد حين تفقد الأم بصرها. وضع صحي قاتم تعيشه السيدة عفاف عثماني من بلدية خميسة ولاية سقارس، والتي تعاني من عدم القدرة على رؤية زوجها وأبنائها الثلاثة من العينين معا. ضروني عينية ما نشوفش بيهم، نظرت عندي شهرين درك وانا في الحالة هذه، كنت لاباس عليا، نظرت الصباح مع أولادي قاعدة راح نطيب لهم الفطور، تفاوع عينية لقيت روحي ما نشوفش خلاص. السيدة عفاف بحاجة إلى السفر نحو الدولة الشقيقة تونس لإجراء فحوصات طبية مستعجلة قصد زرع القرنية، ولكن بسبب غلق الحدود جراء كوفيد-19 تحولت حياتها إلى مأساة، بينما أعراض فقدان البصر تزداد يوما بعد يوم. أنا رايحة لتونس فريت، مانيش رايحة لفرنسا، أنا لي حتى البلاصة رايحة لتونس، لتونس أنا قريبة ما قدرتش نروح به نخرج. نطلب منك يا سيد الرئيس تشوف حالتي وتشوف حالة أولادي، تشوف الملف تاعي وتسني لي به نخرج، أعطيني التصريح. سم الحالة راهي مستعجلة وتطلب الدواء تاعها الخارج، سمع زرع قرنية في المرحلة الرابعة، طلبوا علينا سمى تخرج لبرا لتونس، نطلب من السلطات الولائية تسهل لنا الوضع هذا بالترخيص باش تخرج الخارج برا. عائلتي أنا واش راح نحكي لك عليها، عائلتي أحسن عائلة في العالم، ربي إن شاء الله يعطيهم ما يتمنوا، يا ربي حني وقفت معايا وعاونتني ما خلونيش نحس خلاه بالنقص. تا المعينية ما نشوفش بيهم بالصحة، راني قاعدة نشوف من عائلتي ما حسونيش حتى بشي، ونشكر ناس خميسة ياسر 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 راهم وقفوا معايا وقفة تاع وحايد، ما تا المزوار ولا مساكن بصح وقفوا معايا وقفة ما وقفهاش معايا حتى واحد. لقد دمعت العين، ولكن الأمل لا يزال قائما في السلطات العليا للبلاد لمساعدة السيد عفاف، والحنين لرؤية الأبناء يحرق فؤادها لحظة بلحظة، فهل من مغيث؟